كارين تبعت حركة شباب مترو. طيب احنا عرفنا النهارده ان انتوا عندكم انطلاقه او مؤتمر هتعملوه لاعلان حمله ما، فممكن حضرتك تكلمينا عن الحمله دي وتقولي لنا مين اللي بيعلن عنها؟ احنا بنعلن عن حملة لا صندوق تحت حكم العسكر. الحملة ديت انطلقتها او دشنتها تنسيقية قوى الثورة، وهي عبارة عن مجموعة حركات شبابية ثورية، الترا دريم، اورتلاس نهضاوي، مترو، شباب ضد الانقلاب، عفاريت ضد الانقلاب، جميع الحركات الثورية والحركات الثورية اللي مش معانا، احنا بندعوهم ان هم ينضموا لينا، ان احنا مش معترفين بشرعية النظام الانقلابي. عشان كده احنا بنقول لا الصندوق تحت حكم العسكر، مش على استفتاء الدستور فقط ولا على اي صندوق اصلا هو هيعمله، ان هو مش معترف بصوتنا في الشارع، فاحنا مش امنين على ان هو يكون صوتنا في صندوق وهو يعترف بيه. ايه الفرق بينك وبين نعم او لا، وانت كحركه او قوه هتقولي نعم او لا؟ هو في الاخر بيضفي شرعيه على النظام، احنا مش معترفين بالنظام اصلا، احنا مقاطعه ان احنا مش معترفين بيك في السلطه، انت جيت انقلبت علينا وعلى شرعيتنا وعلى صندوقنا وعلى كل حاجه كانت موجوده في البلد، وبعدين دلوقتي بيطلب مننا بعد هذا الانقلاب نعترف له بشرعيه وننزل نستفتي له على دستور فندي له نسبه. هو في الاخر هيعمل حشد في الشوارع سواء كان بنعم او لا، هو انه يوري المعارضة في ناس هي متجاوبة وان ده مش انقلاب، لا دي كانت ثورة شعبية وهي لست كذلك. طب بتوجهي ايه للمجتمع المصري؟ يعني مقاطعة الدستور، دستور لا يضمن اي حق لا للفقراء ولا للنساء ولا الرجال، ولا يضمن حق عامل ولا يضمن حق اي حد، هما بيضمنش اي حقوق غير لمؤسسات الدولة فقط، وهم المواد اللي قرروا ان هم يعدلوها لمؤسسات الدولة علشان خاطر يحصنوا نفسهم او يحمي نفسهم، لان هم سلطة انقلابية فاكيد لازم يحصنوا نفسهم بالدستور مش بالشعب. لو هم فعلا سلطة كانت جاية علشان خاطر ثورة شعبية، فمطلوب منهم يحموا الشعب، مش يشيلوا المواد اللي عند الشعب يقرروا يحطوها عند الحكومات ويحطوها عند مؤسسات الدولة.